ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ رب تكونوا بخير. ان شاء الله بقى نشرح التوتوريال الرابع اللي هو بعنوان Understanding Calculation of Statistical Values. هو التوتوريال ده هنتكلم فيه عن ثلاث حاجات. اول حاجة اللي هو ال Variable وانواع ال Variable، وناخد امثلة عليهم ونحدد كل مثال هل نوعه Nominal Ordinal Continuous مش عارف ايه. تاني حاجة هنتكلم عن ال Mathematical Presentation of Data اللي هو المين والميديان والحاجات دي، برضو هناخد امثلة بس وهنحلهم. تالت حاجة هنتكلم عن اللي هو الجيوغرافيكال بريزنتيشن اللي هي البوكس بلوت والحاجات دي، برضو ناخد امثله خلاص ونحلها. وبعد كده برضو هناخد بقى الجزء اللي احنا خدناه امبارح اللي هو السنسيتيفز والسبيسيفيستي، هناخد برضو امثله عليهم ونحلهم ان شاء الله. فعندنا اول حاجه معانا بيقول لي التايب اوف الفاريبل، ان احنا عندنا انواع الفاريبل، في نومينال، في ديستريبيوشن، في ريشيو، في عندنا discrete، وفي ordinal، وفي frequency، وفي continuous. بس برضو عايزين ايه نفهم، ان احنا عندنا، احنا عارفين ان انواع الفاريبل عندنا quantitative وايه وqualitative، واحده بالان وواحده بالال. اللي بالان ان دي numerical يعني عدديه، اما اللي بالال دي qualitative اللي هي الصفات والحاجات دي. فالnumerical دي بقى اسمها الايه لcontinuous وdiscrete تمام. اما qualitative دي بقى اسمها nominal وايه ordinal. وعندنا continuous بنقسمها لحاجتين كمان، حاجه اسمها ratio، حاجه اسمها ايه انترفال بص ار وانترفال اي تمام. الريشيو دي لما يكون عندي ما هي الكونتينوس، احنا عارفين ان الكونتينوس بيكون فيها فراكشن. يعني ايه فراكشن؟ يعني فيها اللي هو علامات عشريه وكده تمام، فيها قصور وكده. فانا عندي الريشيو دي ان انا بحط بسط مكان فوق بعض وخلاص، ما بقولش مثلا 3.5، لا بقول مثلا 3.5 دي اللي هي مثلا 7 على 2، بقول 7 على 2، ما بقولش 3.5 تمام. اما الانترفال ان انا بقول 3.5 تمام يا جماعه كده تمام. وعندنا بقى دي النومينال ودي اوردينال، واحنا عارفين النومينال ما فيش فيها يعني ما برتبهاش، اما الاوردينال دي برتبها شبه مثلا ايه الجريد في الفصل، الليفل في التيومر او كده يعني. فعندنا بقى بيقول لي هيديني امثله هما دول يعني، واحنا نحدد كل واحد منهم ايه هو نوعه، هل هو نومينال اوردينال هكذا يعني. فعندنا اول حاجه الجندر، الجندر عندنا اللي هو الميل والفيميل، دي ان ايه دي ان نومينال كواليتاتيف نومينال. طب الديزيز ستيجنج، لما اقول ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 يبقى دي ان ايه، يبقى دي ان اوردينال كواليتاتيف اوردينال. طب الهايت دي ان كوانتيتاتيف كونتينوس كونتينوس اللي هو ايه انترفال، لان انا بقى في الاطوال وكده بقول مثلا 3.5 50 ومش عارفه ايه تمام، فهي بتكون كونتينوس وايه وانترفال. الماريتال ستيج اللي هي سنجل ماريد ديفورسد دي ان ايه دي ان دي ان قصدي نومينال تمام. الريد بلاد سيلز دي ان ايه دي ديسكريت، ما ينفعش اقول ان انا عندي في جسمي 5.5 مليون ريد بلاد سيلز، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اقول ان في نص ريد بلاد سيلز، مفيش حاجه اسمها كده تمام. فعندنا هون بيقول لي ان دي الاجابات، يعني الجندر هتكون ايه الايه اللي هو النومينال، الديزيز ستيجنج هتكون اف اللي هي اوردينال، الهايت هتكون اتش اللي هو كونتينوس، المارتال ستيتس هتكون ايه اللي هي برضو نومينال، وريد بلاد سيلز هتكون اللي هي الاي اللي هي ديسكريت تمام يا جماعه تمام. بعد كده عندنا برضو مدينا أمثلة تانية وعايز نحدد نوعهم تمام، فهم ما لهمش إجابات هنا، فأنا إيه كتبتهم ورا الدكتورة يعني. فعندنا الجندر دون هيكون نومينال تمام، الجندر ده نومينال، الجريد دون أوردينال، الريتنج إسكال اللي هو بور جود إكسلنت دون برضو إيه أوردينال، الأي كولر دي إن أنا هقول لونه عينه أحمر أخضر فدي إيه نومينال، الهايت والويت دول كونتينوس ايه انترفال، البلاد بريشر لا دون كونتينوس ولكن مين ريشيو، لان انا لما باجي اقول على البلاد بريشر بقول مثلا 60 قصدي 120 على 60 مثلا او 110 على 50 تمام هكذا يعني. الايدج العمر دون ايه ده كونتينوس تمام، وايه كمان وانترفال، لان انا العمر بقول مثلا عنده 12 سنه ونص تمام. الماريتال ستاتس دون ايه ديان اوردينال تمام، المارتال ستيت قلناها قبل كده قصدي نومينال، التمبريتشر ديان ايه ديان كونتينوس وبرده ايه انترفال، لان انا مثلا ممكن اقول درجه حراره 37.5 وكده. السالري ديان ايه كونتينوس وايه وانترفال برده تمام. فهي الدكتوره بتقول ممكن يجي لك في الام سي كيو يعني ما يكتبش كونتينوس، ممكن يكتب انترفال، فاحنا عارفين بقى ان الانترفال ديان تبع مين الكونتينوس، فنختارها يعني ان شاء الله. بعد كده برده مديني امثله ثانيه تمام.
هي نفسها بس محلولة يعني. البادي ويت دي ان كونتينوس، البين ليفل دي ان اوردينال، المانثلي انكم دي كونتينوس، البليس اوف البيرث دي ان نومينال، الجندر دي نومينال، النمبر اوف التشيلدرن دي ان ايه ديسكريت. بعد كده بقى بيقول لي اللي هو بقى الميديان واللي هي الفريكوانسي الحاجات دي يعني. المهم يعني احنا عارفين ان الميديان ده هو ايه متوسط الاعداد، بس ان انا بروح مرتباهم الاول يعني مثلا هو مديني 2 5 7 مثلا 3 هكذا، فانا برتبهم الاول بعمل مثلا 2 3 5 7 تمام. ونجيب بقى ايه، طب نزود كمان رقم مثلا و9 تمام و9. فبنجيب بقى ان الميديان بتاعي هو مثلا العدد اللي في النص اللي هو الخمسة، لكن لو كانوا مثلا كانوا شبه في الاول كده ما كنتش كتبت تسعة وكانوا اللي هم اربع اعداد، كنا بنجيب الاثنين دول ونجمعهم ونقسمهم على الاثنين يعني تمام. فده هو الميديان متوسط الاعداد. الرانج ده اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، يعني سبعة ناقص خمسة، او لو انا كان موجود عندي تسعة يبقى تسعة ناقص سبعة وهكذا. طب الارزماتيك مين، ان انا بجمع القيم دي كلها وبقسمهم على عددهم، يعني بجمع اثنين زائد ثلاثة زائد خمسة زائد سبعة زائد تسعة ونقسمهم على خمس تمام. الفرق بين الارزماتيك مين والجيومتريك مين، ان الجيومتريك مين ده اصلا ما بيستخدموش ليس فريكوينتلي يوزد يعني، وان انا لما باجي احسبه بقول الجسر 2 في 3 في 5 في 7 وكده تمام. الانتر كوارتايل بقى رينج دون ده اللي فاكرين انتوا البوكس والاسكار بلوت، هو دون بقى اللي كان موجود ايه اللي هو اللي في النص يعني دون اللي هو الحته دي كده، دي الانتر كوارتايل رينج اللي بتمثل لي 50% من من البريزرفيشن تمام. الستاندرد ديفيشن احنا عارفينه بقى اللي هو اللي كان بيساوي ويلي جذر مين، جذر كل قيمة ناقص المين تمام، ناقص المين تربيع على ايه، على عدد الاوبزرفيشن يعني ناقص واحد تمام تمام. فهو ده الستاندرد ديفيشن بيقيس لي كمية الديفيشن كمية الفاريابيليتي يعني. قلنا الجيومتريك مين، قلنا الكونفيدنس انترفال ده اللي هو 95% كونفيدنس انترفال اللي هو كان بيحدد لي يعني ان انا بكون واثقة ب 95% ان انا لو قررت البحث بتاعي هيطلع نفس القيمة بنسبة يعني ان انا واثقة 95% ان هو البحث لو قررته مثلا 100 مرة هيطلع نفس القيمة برضو اللي هي بتقع في الانترفال مثلا من ايه، من 10 ل 2 قصدي من 2 ل 10 مثلا تمام. اللي هو كده يعني. طب دي ده هو جبته من الداتا برضه عشان نكون فاهمين مع بعض. فاللي هو ال 95% كونفيدنس انترفال بيقولك هو الرينج اوف الفاليو، يعني الرينج اوف الفاليو مثلا نقول مثلا من 2 ل 10 تمام، ان هويتش اللي الانفستيجيتور دوت كان بي 95% كونفيدنت ان ذات رو مين اوف الاندرلاينج بوبيليشن بيقع في الايه في الانترفال دون، يعني هو واثق ان هو لو قرر بحثه يجي 6000 مره فهو كده كده هيطلع بنسبه 95% في الايه في الرينج ده تمام تمام. والكونفيدنس انترفال كان بيساوي لي المين اللي هو بلس ماينس 1.96 ايه في الـ في الستاندرد ايرورز تمام. اما عندنا بقى المود هو اكتر قيمه بايه بتتكرر تمام، الموست فريكوينت فاليو. فبيقول لي بقى هيديني برضو بيقول لي فور ايتش اوف ذا فولوينج ديفينيشن، يعني هنختار من اللي فوق دول. فبيقول لي اول تعريف بيقول لي ادينج اب اول ذا فاليو ان ا سيت اوف الاوبزرفيشن اند دايفرنج ذس باي ذا نمبر اوف الفاليو ان ذا سيت، يعني ان انا بجمع الفاليو تمام وبروح اسمائهم على النمبر على عددهم، يبقى ده اسمه ايه، ده الارزماتيك مين مش الجيومتريك، عشان الجيومتريك هو جذر ضربهم كلهم تمام. تاني مع سؤال معانا ذا ميدل فاليو وين ذا داتا ار ارينجد ان اوردر اوف السايز، القيمه اللي موجوده في النص دي مين، دي الميديان. تالت سؤال معانا ذا رينج اوف الفاليو ذات انكلود ذا ميدل في 50% اوف الفاليو وين ذا داتا ار ارينجد ان اوردر اوف سايز. بصوا شفنا كلمة 50% احنا عارفين على طول ان هو الانتر كوارتايل مين رينج تمام، هو الرينج كده اللي بيمثل لي 50% ده هو الانتر كوارتايل رينج. يبقى احنا كده اجابتنا اللي هو ايه يا ربي، سي تمام، الميدل الميديان كان ايه والانتر كوارتايل كان دي سي اي دي تمام. فهي الاجابات هنا الدكتورة كاتبة ايه، بس هي لما احنا حضرنا التوتوريال يعني كانت قالت ان هي دي يعني تمام، وكانت تقريبا موجودة دي بس هي اتلخبطت يعني. بيقول لي الانكم اوف 7 بيبل بير داي ان روبس ووز از فول، يعني فاحنا عايزين نحسب المين ونحسب الميديان. المين اللي هو هيساوي لي ايه، هيساوي لي مجموع القيم دي كلها على عددهم 5 زائد 5 المهم يعني التوتال 154 تمام، على عددهم اللي هو ايه 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو على 7 تمام. الميديان بقى احنا ان احنا هنجيب القيمه اللي في النص اللي هي ايه اللي هي 7. فدي الاجابات معانا ايه، 154 على 7 بيساوي 22 والميديان اللي هو هيساوي 7 تمام. ده مثال تاني بيقول لي هنا عايز المود. فالمود هنا لو
ركزنا كده وقفنا الفيديو وركزنا، هنلاقي ان المود معانا هو 75 هي اكتر قيمه متكرره يعني. تمام، هو في حاجات تانية برضو متكرره بس هو 75 متكرره اكتر. ادي 75 اهي، ادي 75 اهي، ادي 75 اهي، 75 75 75 75 تمام. فهو اكتر قيمه متكرره. انا عندي ال 71 اتكررت بس اقل مرتين، ال 79 برضو اتكررت تمام بس برضو مرتين. فكل حاجه تانية متكرره هتلاقيها مرتين بس ال 75 هي كانت مكرره اكتر واحده يعني. تمام، بعد كده هو بيقول لي الاجابه يعني 75. بيقول لي the following days are on the length of the stay in the in days. يعني دي بتمثل لي عدد إقامة المرضى في المستشفى يعني. تمام، following admission for an acute myocardial infarction in a sample of 10 patients. 10 مرضى يعني أقاموا في المستشفى. تمام، فواحد أقام 6 أيام، 12 6 2 17 11 6 3 21 5 تمام. فبيقول لي which of the following measure is correct، يعني بالنسبة للداتا دي بقى أيهما صح، هل المين بتساوي 9 و 8 days؟ احنا هنجيب المين اللي هو هيساوي مجموع القيم دي كلها على عددهم تمام، فنحسبهم. فتقريبا مش هيطلع الرقم ده يعني، يطلع رقم تاني. المود هل هو 21؟ لا، المود كان معانا اللي هو رقم 6، هو كان المود اكتر قيمه قررت. الرينج رقم سي بيقول لي الرينج هيساوي 23، هو الرينج اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه، اللي هو مثلا 21 ناقص 2 فيطلع، لا مش هيطلع 23، هيطلع 19. بعد كده بقى بيقول لي المين بيساوي 8 و9، فهو تقريبا ده اللي هو الصح يعني مش 9 و8 تمام. بعد كده هو انا هجيبها يعني. بيقول لي بقى ريفيو ذا فولو فور فيجر اند انسر ذا كويتشن بلو، يعني هنبص على الاربع فيجر دون. احنا عارفين ان دون اسمه البوكس والويسكر بلوت، ودون اسمه السكاتر بلوت، ودون اسمه زيستوجرام، ودون ايه برضو بوكس بلوت، قصدي الويسكر والبوكس بلوت يعني، بس الايه الثلاثه جروب يعني، هنا جروب واحد. فهو بيقول لي بقى بالنسبه للاربع اشكال دول فاحنا عايزين نجاوب ايه، هل الاجابات دي ترو ولا فولس. فاحنا معانا بيقول لي اول سؤال بيقول لي الهوريزونتال لاين وذن ذا بوكس ان ان ا بوكس اند ويسكر بلوت ان فيجر 1 انديكيت الميديان فاليو، هو الهوريزونتال لاين اللي موجود في النص ده بيمثل الميديان فاليو، فده وان صح. تاني سؤال معانا السكاتر دايجرام ان فيجر 2 از يوسفول تو بريزنت الداتا وين وي ار انترستد ان اكزامينينج ذا ريليشن شيب بتوين تو كوانتيتيف فاريبل، يعني السكاتر دايجرام دون بستخدمه علشان اعمل اشوف علاقه ريليشن شيب بين اتنين كوانتيتيف فاريبل. فاحنا عندنا ايوه صح، السكاتر بلوت كان اللي هو تبع الكوانتيتيف فاريبل. بصوا هوريكم حاجه برضو يا صاحبتنا قالتها في المحاضره بس ايه، بس انا بقولها بس كمراجعه يعني لينا، اللي هو ان انا عندي يعني موجوده في المحاضره 9 و10. لو انا عندي ريليشن اللي هو ريليشن بين تو كاركترستيك، لو الاثنين كاركترستيك تو نومينال ساعتها بستخدم الكونتينجنسي تيبل ده تمام. لو هو 1 نومينال 1 نومينال 1 كونتينوس انا بستخدم البوكس والويسكر ايه بلوت تمام. طب لو تو كونتينوس بقى بستخدم اللي هو السكاتر بلوت. فالسؤال بتاعي دلوقتي كان اللي هو بيقول لي ان انا بستخدمه يعني عشان اشوف الريليشن شيب العلاقه بين اثنين كونتينوس، فكده صح تمام. ارجع بقى السؤال بقى رقم سي بيقول ان الهيستوجرام الموجود في الصوره رقم 3 از سكيود تو رايت، هل هو يعني عامل كيرف ناحيه الرايت اللي هو او بوزيتيف يعني سكيود، فهو صح لان انا عندي بصوا لو هو جاي على ايدي الشمال يبقى ناحيه الرايت، لو هو جاي على ايدي اليمين يبقى هو ناحيه الليفت تمام. فهو جاي على ايدي الشمال اهو يبقى ناحيه مين الرايت. بعد كده سؤال رقم دي البوكس بلوت الموجود في الصوره رقم 4 بيمثل ان الداتا فور 3 جروب اوف الدوجز ار نورمال ديستريبيوتد، فهي الاجابه صح. فاحنا هنسال سؤال بقى، هو ازاي اصلا نعرف ان هو نورمال ديستريبيوتد ولا مش نورمال ديستريبيوت؟ بصوا احنا عندنا هنبص، احنا عارفين ان في هنا تحت حاجه بنسميها اللي هو الاوت ليرز تمام. لو هي مش موجوده معنى كده ان ده نورمالي ديستريبيوتد، لو هي موجوده يبقى هو اب نورمال ديستريبيوت. تاني حاجه ان انا ببص على الميديان الموجود في النص ده، لو هو تقريبا هيقسمه لنصين يعني هنا اقسمه نصين اهون وهنا قريب شويه هنا برضو قريب شويه تمام، فده برضو نورمالي ديستريبيوت. هبص تالت حاجه على مين، على اللي هو الماكسيمم الحته اللي فوق دي، لو هي بعيده قوي معنى كده ان هو اب نورمال ديستريبيوتد، لكن لو هي قريبه يبقى ده النورمال ديستريبيوشن. يبقى انا بحدد النورمال ديستريبيوتد من ثلاث حاجات يا جماعه، اول حاجه اللي هو الاوت لاير موجوده يبقى ده مش نورمال ديستريبيوتد، لكن لو مش موجوده يبقى نورمال ديستريبيوت. ثاني حاجه اللي هو الميديان فاليو، لو اللاين ده في النص يبقى ده نورمال ديستريبيوتد، لو هو بعيد خالص عن النص يبقى ده اب نورمال ديستريبيوتد. ثالث حاجه ببص على مين الماكسيمم، لو الماكسيمم
بعيده خالص يبقى ده وان اب نورمال، لكن لو قريبه يبقى ده وان نورمال ديستريبيوت. تمام فده وان ايه نورمال ديستريبيوت اكيد، لان انا عندي هون الميديان موجود هنا في النص هون، وهنا قريب شويه وهنا برضو قريب، الماكسيمم برضو مش اللي هي بعيده قوي يعني، كمان ان انا عندي الاوتلاير مش موجوده، فده وان نورمال ديستريبيوت. سؤال رقم اي بيقول ان الفيجر 1 ان از ان ابروبريت ديستريبيوشن فور الكونتينوس فاريبل، اللي هو اللي يعني الويسكر اللي هو البوكس والويسكر بلوت ده بيمثل لي بستخدمه يعني في الكونتينوس فاريبل، بعمل بي ديستريبيوشن للكونتينوس فاريبل، فهو صح. تمام فبرضه هفكركم بالمحاضره ان انا كان عندي البرزنتيشن اوف الكوانتيتيف اللي هي الكونتينوس او الديسكريت داتا، كان بالستيم والليف بلوت بالفريكوانسي تيبل بالهيستوجرام بالبوكس والويسكر بلوت بالفريكوانسي بلوجون، دي كلها حاجات بستخدمها عشان اعمل برزنتيشن للكوانتيتيف او الكونتينوس داتا. اما بالنسبه للنومينال او الاوردينال داتا فانا بعمل لها برزنتيشن بالسيمبل تيبل بالكونتينجنسي تيبل بالبار شارت بالبي شارت بالكلاستر ايه بار شارت. تمام وبالتالي انا عندي اجابه السؤال دوت ان الفيجر 1 اللي هي البوكس والويسكر بلوت بستخدمه فور ديستريبيوشن اوف الكونتينوس مين فاريبل. تمام يبقى كل الاجابات معانا ايه، كل الانسرز ار كوريكت. تمام بعد كده بقى هنتكلم عن اللي هو السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، احنا خدناهم من امبارح. تمام فاحنا عارفين السنسيتيفيتي اللي هي نسبة الناس اللي اتشخصت بالمرض والتست بتاعي طلعهم بوزيتيف، فكنت بقول ان السنسيتيفيتي بتساوي الترو بوزيتيف على كل الديزيز اللي هما ترو وفولس نيجاتيف يعني، والسبيسيفيتي هي نسبة الناس السليمة واللي التست بتاعي طلعهم سلام يعني، كانت بتساوي الترو نيجاتيف على كل الفري اللي هما يعني ترو نيجاتيف مع فولس بوزيتيف. تمام فدون الجولد ستاندرد بتاعي التيبل اللي انا بقسم بيه المساله بتاعتي، بشوف الناس الديزيز دي والناس الفري، واشوف التست طلعهم بوزيتيف بكتبهم ترو بوزيتيف في الديزيز دي يعني، اما اللي طلعهم نيجاتيف بسميهم فولس نيجاتيف، ودول بسميهم فولس بوزيتيف، ودول بسميهم ترو نيجاتيف وهكذا. ومن التيبل دون انا بجيب ايه الحاجات بتاعتي، قلنا السنسيتيفيتي هي البروبابيليتي اوف الديزيز دي انديفيدوال ان هم يطلع معاهم التست بوزيتيف، فكان بيساوي الديزيز دي دايجنوزد بالتست اللي هم ترو بوزيتيف يعني على كل الايه ديزيز دي اللي هم ترو بوزيتيف وفولس بوزيتيف، قلت ان كلما السنسيتيفيتي كانت عاليه كلما كان الفولس نيجاتيف قليله. تمام كده. اما عندنا السبيسيفيستي كنا بنقول ان هي البروبابيليتي اوف الديزيز فري انديفيدوال ان هم يطلعوا نيجاتيف، فكان بيساوي ترو نيجاتيف على كل الفري اللي هو الترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف، وكلما كانت السبيسيفيستي عاليه كلما كان الفولس بوزيتيف قليله. وقلنا حاجه اسمها بوزيتيف بريدكتيف فاليو ونيجاتيف بريدكتيف فاليو، ودي اللي بتهم المريض ما بتهمش التست. تمام فدي هي احتماليه المريض اللي طلع بوزيتيف ان هو يكون ديزيزد. تمام وكانت بتساوي ترو بوزيتيف على كل البوزيتيف، والنيجاتيف بريدكتيف فاليو اللي هي بتساوي احتماليه المريض اللي طلع نيجاتيف ان هو يكون بجد مش عنده مرض، فكان بيساوي ترو نيجاتيف على كل مين النيجاتيف. تمام بعد كده بقى هناخد ايه مساله، بيقول لي توتال اوف 1234 بيشنت. تمام دي التوتال نمبر بتاعي نون تو هاف ديزيز، يعني الناس دول معروفين ان يعني اتشخصوا ان هم عندهم ديزيز. تمام يبقى انا هعمل الجدول بتاعي، يعني نرسمه حلو بقى، استنوا دقيقه، ادي الجدول اهو. تمام دول الديزيز، دول الفري، دي البوزيتيف ودي النيجاتيف. تمام فهو قال لي ان توتال كل الناس الديزيز ده 1234 تمام، فهو 1234 نكتبها تحت كده، دي انا الاول. تمام بيقول لي وير تيستينج، عملنا لهم الاختبار يوزنج ا نيو دايجنوستيك تيست اند 567 بيشنت تيست بوزيتيف، التيست طلعهم بوزيتيف اللي هم ترو بوزيتيف يعني 567، يبقى بقيت بقى ال 1234 هم الايه الفولس النيجاتيف. تمام فاحنا هنحسبها بقى، هتطلع معانا ايه دقيقه بقى، ماشي اللي هي تطلع معانا برضو نفس الرقم بس 600 بقى 667. تمام طب قال لي بقى الفري فرزر مور 1234 برضو هم 1234 بيشنت وزاوت الديزيز. تمام فهم برضو نفس الرقم وزاوت ذا ديزيز وير تيستد اند 1145 منهم هم اللي طلعوا نيجاتيف اللي هم ترو نيجاتيف. تمام يبقى الباقي منهم اللي هو تقريبا ايه 85 بس برضو نشوفها 89. تمام يبقى الفولس بوزيتيف اللي هم 89، يبقى انا كده من الجدول ده وانا هعرف اجيب السبيسيفيتي السنسيتيفيتي البوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو والحاجات دي. قال لي اول حاجه احسبي السنسيتيفيتي، احنا قلنا السنسيتيفيتي اللي هي بتساوي ايه يا جماعه، بتساوي ترو بوزيتيف على كل الديزيز، يبقى بتساوي 567 على كل ديزيز اللي هم 1234. طب السبيسيفيتي بتساوي ترو نيجاتيف على كل النيجاتيف، قصدي على كل الفري، يبقى هتساوي 1145 على 1234. طب البوزيتيف بريدكتيف فاليو
اللي هي بتساوي الترو بوزيتيف على كل مين البوزيتيف، يعني بتساوي 567 على كل البوزيتيف اللي هو 567 زائد 89 تمام. طب النيجاتيف بريدكتيف فاليو اللي هي هتساوي لي الترو نيجاتيف على كل النيجاتيف، يعني هتساوي لي 1145 على كل النيجاتيف اللي هو 667 زائد مين زائد 1145 تمام. فهو الحل هو السنسيتيفيتي. فدي معناها هو السنسيتيفيتي بيقول لي ايه، بيقول لي ان هي هتساوي ترو بوزيتيف على كل ديزيز اللي هو ترو بوزيتيف وفولس نيجاتيف تمام. اما معنا بقى اللي هي السبيسيفيستي فهي بتساوي ترو نيجاتيف على كل الفري اللي هو ترو نيجاتيف والفولس بوزيتيف. والمساله بقى هتمشي شبه ما احنا ايه حليناها بعد كده. دي حاله تانية تمام. فبيقول لي بقى ان a health care provider utilize a blood test to determine whether or not a patient will have a disease. result كانت as follow ان كل total of 1000 individual يعني had their blood tested. 1000 شخص يعني عملنا له blood test دون تمام. ف 427 individual had positive اللي هو 427 منهم تمام طلعوا positive و 573 طلعوا نيجاتيف تمام. فمن ال 427 هو هاد بوزيتيف فايندينج 369 منهم كان عندهم الديزيز، ومن ال 573 شخص اللي طلعوا نيجاتيف 558 هم اللي ما كانش عندهم من الديزيز تمام. فالبتاع دي يعني يا جماعه معانا فيها تكه تكه جامده تمام. ليه؟ لان هو قال لي هو هنا اداني كل البوزيتيف واداني كل النيجاتيف تمام، اللي هو 427 دول كل البوزيتيف تمام يا جماعه تمام. يعني معنى كده ان فيهم ترو وفيهم فولس اكيد يعني تمام. فالترو اللي هم الديزيز والفولس اللي هم مش ديزيز تمام. طب ال 573 اللي هم طالعين نيجاتيف اكيد في منهم برضو ترو وفي منهم فولس تمام. فهو قال لي بقى تحت راح موضح لي كمان شويه، قال لي ان من ال 427 في 369 منهم اللي عندهم الديزيز، يبقى دول هم الترو بوزيتيف تمام. يبقى الباقي باقي 427 دول الفولس ايه الفولس بوزيتيف تمام. اما ال 573 قال لي في منهم اللي ما عندهمش ديزيز يعني 558، يبقى الباقي منهم هم الايه الفولس مين نيجاتيف تمام يا جماعه تمام. فهو الجدول برضو عشان ايه تكون واضحه يعني ان انا هقسم الجدول بتاعي شبه ما احنا عارفين اللي هو الديزيز والنوت ديزيز يعني اللي هما الفري والبوزيتيف والنيجاتيف. ولكن هنا بقى هحط ال 427 دول كل البوزيتيف وال 573 دول كل النيجاتيف، حطيتهم هنا ما حطيتهمش ايه تحت تمام، ما حطيتهمش تحت كده. ورحت وهو قال لي ان 369 منهم هما اللي عندهم الديزيز، يبقى دول ترو بوزيتيف، يبقى الباقي فولس بوزيتيف تمام. وال 573 قال لي في منهم ما عندهمش ديزيز اللي هما ترو نيجاتيف يعني اللي هما ال 558 ترو نيجاتيف تمام. والباقي بقى هم الايه الفولس نيجاتيف اللي هم ال 15 تمام. ومن الجدول وبالتالي بقى انا كده هجيب كل الديزيز اللي هو 369 زائد ال 15، فدول هم كل الديزيز اللي هم بيساوي 384 تمام. وكل الفري اللي هو بيساوي لي ال 558 زائد ال 58 اللي هو يساوي لي 616 تمام. وبقى من الجدول ده هنحسب بقى السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والحاجات العاديه اللي ايه اللي احنا عارفينها تمام. فهو عايز ايه؟ هو بيقول لي كالكيوليت السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف مين بريدكتيف فاليو تمام. فهو شبه كالعاده السنسيتيفيتي بتساوي ترو بوزيتيف على كل الديزيز تمام. فهتساوي 300 فهتساوي اللي هو 369 على 384، والسبيسيفيتي فهي هتساوي لي مين؟ هتساوي لي ترو نيجاتيف على كل الفري يبقى 558 على 616 تمام. والبوزيتيف بريدكتيف فاليو اللي هي بتساوي ترو على كل البوزيتيف، والنيجاتيف اللي هي بتساوي الترو نيجاتيف على كل مين النيجاتيف تمام. تمام وكده مسألتنا دي اتحلت تمام. دون الحل يعني بتاعها تمام. ف هنا يعني بيقول يعني الريزلت هتكون السنسيتيفيتي حاجه والسبيسيفيتي والبوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. المهم يعني ايه احنا كده الحمد لله خلصنا التوتوريال. اتمنى تكونوا استفدتوا باي حاجه وان شاء الله خير.